توازيا مع الحراك الداخلي الخفي الذي يجريه الفريق الداعم لرئيس تيار المردة سليمان فرنجي رئاسيا، وثبات الثنائي الشيعي على دعمه في انتظار انتهاء فرنجي من وضع رؤيته السياسية والاقتصادية للمرحلة المقبلة والإعلان عنها، علمت الجديد أن لقاء سعوديا فرنسيا سيعقد الجمعة في الإليزي للبحث في الملف الرئاسي اللبناني، وسيشارك فيه عن الجانب السعودي المستشار نزار العلولة والسفير وليد البخاري، وعن الجانب الفرنسي مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط باتريك دوريل. وأضافت مصادر الجديد أن إلغاء موعد السفير السعودي وليد البخاري الذي كان مقررا في معراب جاء بعد تلقيه اتصالا عاجلا من المملكة للتشاور، مشيرة إلى أنه غادر منذ أيام إلى الرياض بناء على هذا الاتصال على أن يستأنف جولته على المرجعيات فور عودته. وخلال زيارته إلى الكويت، اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حديث مع صحيفة القبس أن جهاد أزعور من ضمن الأسماء التي يمكن أن تقوم بالدور المطلوب فيما يتعلق بالنهوض الاقتصادي، إضافة إلى أسماء أخرى لخبراء اقتصاديين. وذكر رئيس الحزب الاشتراكي أن انتخاب سليمان فرنجي يمثل على المستوى السياسي تحديا لفريق، فهل يمكن لفريق لبناني وفي جو توافق إقليمي أن يستمر في جو تحد؟ وختم جنبلاط: حتى الآن لا يزال كل فريق في خندقه وكل يغني على ليلة. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي أكد من برنامج الحدث أن القوات اللبنانية لا تخضع للإملاءات السعودية، كاشفا أن لدى المعارضة خطة باء وأسماء جاهزة لكن من المبكر كشفها، وأن التعطيل سيكون سيد الموقف منعا لوصول سليمان فرنجي. أكيد أنه بهيك ظرف ما رح نأمن النصاب، وقلناها بشكل واضح. حتى لو أرادت السعودية ذلك؟ أكيد نحن اتكالنا الأول على الداخل، عم نلاحق ونتابع بشكل كتير دقيق ما يحصل في الإقليم. ما بدي سخفه أبدا، ماني شايف أي قوة إقليمية أو دولية اليوم عندها تأثير على باقي الكتل النيابية. معلش بتقول الأمور مثل ما هي. عدم السماح لمرشح حزب الله بالوصول لسبب بسيط، مش لأنه نحن على خلاف سياسي مع حزب الله، نحن على خلاف سياسي كبير مع حزب الله، بس التجربة فشلت. هذا وتؤكد مصادر عين التين أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتريث في تحديد موعد لجلسة انتخابية في انتظار إعلان الفريق الآخر مرشحه، وإلى حينه تكون نتائج الاتفاق السعودي الإيراني قد بدأت تتكشف إقليميا وتظهر انعكاساتها على مواقف طرفيها من الرئاسة اللبنانية.